احسن تاكو في العالم. واحد السلام عليكم لا فامي، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبافضل الاحوال. شكرا لكم بزاف على الكومونتير الزوينين ديالكم الخوت، شكرا لكم من القلب. اليوم الخوت واحد النهار لي سبيسيال بالنسبه لي في حياتي الخوت. فهاد النهار بالضبط نهار 9 شهر 8 1994، النهار اللي تزاديت فيه الخوت وقررت انني غندير واحد احتفال صغير. علاش؟ اولا عيطت لي النسيبه ديالي قالت لي شوف نور خلي تانجي ان شاء الله وغندير لك شي عيد ميلاد يكون مطرطق ان شاء الله. داكشي علاش الخوت بغيت نبارطاجي معكم واحد الخريجه خفيفه ظريفه. وكيف ما كتعرفوا انا كنموت على تاكوس. اول حاجه قلتها لهيلا قلت لها شوفي اليوم نهار نهاري غندير اي حاجه عزيزه عليا. اول حاجه جيت الخوت احسن بلاصه كيعجبني نجي ليها اللي هي الشاويه خوت. عطيت اختي يعني اختيارات قهوي زوينين باش نتغداو فيهم، حتى مو اخوتي من الصباح حنا خارجين عندنا شي غرضات كنقضيوهم صافي. دابا هي راه مع شي ربعه دابا عاد غادي نتغداو الخوت تالك والو غنتغدا بطاكوس شاويه. شاويه ومنتوما غادي تشوفوا غدوزوا معنا النهار ديال نور. وباش نقول لك واحد الحاجه انا ديما تنخلص اليوم، شكون غيخلص؟ اليوم حلي البسطام، اليوم الخوت هي اللي غتحل البسطام وهي اللي غادي تخلص. هاهي انا اللي غنخلص ديما مع الرزق هادشي. هاهي انا اللي غنخلص. علاش؟ حيت يعني النهار نهاره وعيد ميلاده، يعني تا هو مني تا هو ما كيكبر فيه حتى شي حاجه. يعني انا ملي جا عيد ميلادي ولكن شي راجل كيكبر شي حاجه في مرتو فما كيكبرش. ميمكنش شي ما كيكبر فيه حتى شي حاجه. حتى هو في عيد ميلادي حتى هو كبر بيا حتى واو. قلت لها شوف قلت لهم شوف الكادوات باقي خليتها تجي خالتي كبيره ان شاء الله عاد نشوفوا الكادوات اللي غادي يجيوني. انا الكادوات ديال نور ما نعطيش لي في هذا الفيديو، يعني غير هذا النهار ديالو يعني باش ما يمشيش فهمتي فاصل احتفلوا به. حيت انايا وعدته انني نهار عيد ميلادك ما غاديش نساك، غادي نمشي غادي نحتفلوا به. قلت غادي نحتفل انا وياها الراس بالراس، وماما وعدته بان غادي لي عيد ميلاد مطرطق. هادشي اللي مطرطق عيد ميلاد قالت لي مطرطق غيكون ان شاء الله صافي. يعني مو مخلينا اجلنا، يعني بنادم كيكون كيخطط ان غيديروا في ذاك النهار ولكن كتجي شي حاجه على غفله ما كيكتبش ان داك النهار. ولكن انا ونور غادي نصور لكم فيديو. دابا شوف كترمي على الناس الهضره. اليوم النهار نهاري خذ اللي بغيتي وانا الخوت فرحان بزاف هذا النهار. انا نقول لكم علاش، خلي على ناخذ اللي بغيت، راه ضروري غناخذ اللي بغيت. غناخذ اللي بغيت عافاك المتكيس. اول حاجه الخوت رجع كاين واحد الموتيفاسيون ديال لونترينمون الخيال العلمي الخوت. ونهار الخوت الصاد بعد طلع الخيال العلمي احنا راه حنا غننزلوا دابا وقفتينا في الصدام. رجعت لي واحد الموتيفاسيون وان شاء الله راه رجعت القناه ديال لونترينمون الخوت. غتلقاوها لتحت صندوق الوصف. يعني بانوا لي شي كومونتيرات ملي لحقت الفيديو ديال لونترينمون في البحر وداك الشيء، قالوا لي بارطاجي معنا الفيديوهات ديال الكارج كيفاش نخدموا هادي. اقسموا بالله الخوت ما غادي ننساكم وديما تنقول لكم وعالمياتكم ترزقون. انا ربي عارف شنو هو في نيتي، ربي فتح لي بزاف ديال البيبان. علاش؟ حيت صبرت بزاف ديال الحوايج وقال لي نور شي انت ملي صبرتي. بحال داك الفيديو اللي صيفطتي لي في انستغرام، داك الفيديو ديال اللي صيفطتي ليا ديالاش اللي فيه زعما كاينه ابتسم الالم. واعر واحد الفيديو واعر اي حاجه يعني. وانا موتيفي الخوت ديت كنرجع الفورمه ديالي ان شاء الله. ورعتي شوف جينكم شي حوايج شنو كيفيق مع الصباح كيهز الطوموبيله كيمشي البحر مع 8 الصباح ترى ما يمكنش الخوت كيمشي كيتريني ل 10 ونص كيجي كيفطر مقاد بروغرام. بعدا انا باش كيعجبني ملي كنشوفو يعني نور كيفيق بكري كيصلي الفجر وكيتموتيفي وداكشي كنعرف صافي انه يعني مرتاح. الحمد لله ربي كبير. شوف يا ربي كبير ويلا نهبطوا نور الصاد. يلا هند غنمشيو دابا غندوزوا للشاويه وسمحوا لنا الخوت كثرنا عليكم بزاف هاد الانترو. هذا راه ماشي انترو، هذا راه قصيده قصه. هادي دابا وصلنا الخوت غادي نوريكم شنو غناخذ. اش كدير؟ اش كدير هي؟ شوف هي كتنشر ها
نتوما خويا الله صرا الشاويه انا المروه انا ما كنديرش كناخذ اخوتي والله تاكوس انا ناخذ غنتعامل معاه ناخذ تاكوس داند بالفريد ديالو 35 درهم احنا نديرو مع المزيانه الخوت 35 درهم شنو هو كاين ديال 35 كاين ديال 45 كاين وبنين الخوت فهمتي بنين في واحد البنه مع داك الفرماج من داخل كيديروا يا سلام انا غناكلو شي حاجه تاكلي بشي بحال والله شوف ما كرهناش نعرضوا على شي متابعين للشاويه ان شاء الله نديروا ان شاء الله غنديروا شي عراضه مع المتابعين للشاويه شي ناس يكونوا قرابين هنايا في كازا نمشيو نهزهم ونجيو للشاويه ونشوفوا الراي ديالهم تاهما صافي جاتك 5000 جاتك 5000 صافي صحابو جاتك 10000 شكشو مش انا رخيص عندك عشان الخوت شحال ما كليت الطاكوس هذه ديال الشاويه وحق الله على شحال هذه مع كانوا سادين كانوا خارجين مع شكون يجيو مع شي نشوفو هادشي غانتوما قلنا لكم قدادة شوف عليك راه خصني نستمتع اليوم راه النهار صح شدي راسك بالعكس والله الا تساي اكثر من هادشي بالعكس ديما من انا ما كنهضر لياش فكر اليوم ديما نهضر ليا فيه بسم الله نور غيتهاوش على باكوس ديال الشاويه والله مين شين تتصل احسن طاكو في العالم مولي الشاوي شو ما بناخد في الميرا كيلي صوص خليني من الطاكو في الناشف اخو ليش ما ناكلش كامل الله اكل صحتي واه ولات كرشه كبيره دابا انت طعم مشربين صعد هذا عصير تبرد ندوق لك من عصيرك لا شوفوا عصير هين كي داير بسم الله خوكك لابوك ما جميش بزاف هذا العصير ديال المونك والاناناس ودابا الخوت من بعد ما عمرنا الكريسه الحمد لله والشكر لله الخوت الله يجعل هذا الرزق هذا نعمه دائمه يا رب العالمين والله يرزق كل واحد قلبه زوين واليوم راه النهار نهاري هيند شوف اخوتي شنو داير شوفوا انت شوفوا انتم جاو جاب معاه ضروري يجيب معايا الهدايا والهدايا الهدايا وبكل شيء انا اللي مخلصه مع الصاد هانتوما هيند دابا النهار نهاري قلتي لي انت غتاخذ اللي بغيتي هو كيموت على المون وعلى فوق خديتي انا كاع شي المونك الخوت المونك بالاناناس قدي قدي كاميرا راه سمحوا لنا الخوت لا شتو واحد شويه ديال الاشعه راه ها الشميشه واحد الشميشه ضارب الله يبارك الخوت اش نديروا لها ها والو وتقول ما بغاش تحيد واش الخوت دابا راه جا الليل راكم عارفين باقي النهار نهاري باقي كنتشرط على هينب قلت لها شوفي ضروري غنمشيو لواحد القهوه من نهار دارت الخوت وما كيكتبش ليا انني نمشي ليها ولكن اليوم ان شاء الله شاءت الاقدار انني غنمشي هاد القهوه ديال الخوت فين كاينه القهوه هانتوما غتكتشفوا معنا راه كاينه القهوه في عين الذهب و100% غادي تعجبكم على الناس اللي كيتفرجوا
100% غتعجبكم هاد القهوه. علاش؟ حيت كتطل على البحر الخوت. هانتوما غتكتشفوا معنا اخوتي. حنا غاديين ليتس جو صراحه هاد البلاصه هاد الطريق هادي احسن بلاصه عزيزه عليا. ديما كنجيب بيتزا انا وهيلد يا بيتزا يا تاكوس وكنجيو لهاد البلايص هادي نجلسو فيها هنايا ترونكيل الخوت صراحه. البلاصه هادي باش كتعجب لك تفكر جديده وفي زوين. هاي كيكونوا فيها صحاب الماطر. تحيه الناس كاملين اللي كيسوقوا الماطر الخوت. تحيه صراحه نشوف انا بالموطور الخوت وان شاء الله باغي نمشي غناخذ موطور كبير. عقلوا على هذه الكلمه هذه باذن الله. باغي نمشي ضروري غناخذ موطور كبير وما غناخذش موطور عادي. غناخذ موطور كبير ديال الطرايل ان شاء الله. علاش؟ باش نبدا تا هو نسافر به مره ونعيشوا الاجواء. فهمتي؟ بغينا نعيشوا داك الشيء الاجواء. راكم عارفين الانسان تيقلب ديما على الجديد الخوت ان شاء الله. بزز باش لقينا بلايصه فواحد الباركينغ الخوت. حنا دابا راه غاديين مسركلين في الشاطئ. غاديين فين؟ غاديين للقهوه ديالنا ان شاء الله. غادي نوصلوا تما وغادي نبارطاجيوها معكم. قهوه زوينه ديال بصح. انا عارف اغلبيه الناس اللي جاوا لعين الدياب وهذا عين الدياب راه ما بقاش كما كان. راه ولا شي حاجه ولا ناضي هربان. الخوت ما عرفتش واش تسمعوني. ولدي احتفلوا بعيد الميلاد ديالي. زباله. تعيت ومليت خلاص ينفي يا ربي ذا ما داز عليا ما عرفناش واش تسمعونا ولا لا. مرحبا اخويا مرحبا. وي 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 يا هيد غدا تغوت دابا.
حقراشة حقرشة وليت حقرشة حفظوني وليت والله يشوهر هنا تخلص اليوم النهار ناري وكيلا خلص وكيلا اشي خوة فهيد علاش ليتس جو واعرك ها يلا غزال عجيبي هاديك الدورة الخوت شو كي شادة فيها شو كي شادة كي تلقي مني وتلقي مني يا عباد الله تلقي مني الخوت صافي غنمشيو نطلعو بحالاتنا داز عندنا واحد النهار لي طوب الحمد لله الخوت شاركنا معاكم النهار كامل تقريبا الخوت دابا شحال الساعة دابا دابا راه شي 12 الزيادة صافي راه كنت تنفيق بكري انا الخوت يلا نطلع مشي راه شي عيني شو كيولاو حمارو صافي دابا غنطلع الخوت وكنبغي نشكر الزوجة ديالي بزاف عنات بيا اليوم وصافي وراكم عزاز وغالينا الخوت كنبارطاجيو معاكم حنا غير الحاجه الزوينه وهذا ما كاين الخوت تهلاو ليا فراسكم ونتشوفوا في فيديو جديد السلام عليكم.